اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقية يوم الاربعاء معاكم قناة المواشي. اليوم يوم 26/4/2023. بسم الله ما شاء الله، العجول الذكورة التربية بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك انا. الله اكبر الله اكبر. خش. ايوه الله اكبر الله اكبر. صباح الفل يا عم شعبان، عاملين ايه يا غالي؟ كل سنه طيبين. لا صار عاملين النهارده في التوفيقية. لا صار كلنا شويه برضك في السوق برضه. اعمار قد ايه كده؟ بسم الله ما شاء الله. بقى له 3 شهور. اعمار 3 شهور يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عامل كام الذكر والله؟ الواحد ب 14. 14,000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. واخدينهم تجارة ولا جنيه يا معلمي؟ الله يبارك لكم. منين حضرتك؟ بيرما. بيرما بيرما غربية. الله يبارك لك. انيس ونارته في البحيرة يا معلمي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. ارفع يا باشا ارفع. على البركة ان شاء الله، ربنا يبارك. صباح الفل يا معلمي. صباحك عسل. لحم بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. لحمة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. واخدينها تجارة ولا هتذبحوها؟ هنذبحوها. الله يبارك لكم. خدتوها بيامي؟ 32,000 بسم الله ما شاء الله. قفلة على الأول. الله يبارك لكم، رجعلها مبروك عليكم. المال طيب. المال طيب وأنتوا ناس طيبين. الله يبارك لكم، مصلح حالكم، صباحكم أبد إن شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعة حلاوة، الله أكبر. على البركة يا رجالي. عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. العجول الذكورة المحيار، اللهم صل على النبي. كام وكام يا حاج والله خدتوه؟ بكام؟ الاثنين ب70,000. الاثنين ب70,000 ده كريم بسم الله ما شاء الله عليه. الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، احلى صوره حبيبي. صباح الفل يا غالي، نارك ابيض ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. العجول الذكورة المحيره، صباح العسل، الله يبارك لك. خدتوه بكام العجمية دي والله؟ الله اكبر الله اكبر. 35 35 عجميه لحمه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. تيجي في التلفزيون يا عم اقف صور. خدت كام الذكر ده يا استاذ والله؟ كام يا حاج؟ صباح الفل يا رجال. ناركم ما يبقى. بكام خدتوا الذكر دي؟ محدش رد عليا برضه. الله يصلح حالكم بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله. ذكر محيرات، اللهم صل عليك يا نبي. بكام خدته والله يا معلمي؟ بص عليك 38,000 ونص. يعني في ارتفاع في الاسعار النهارده؟ والله بجد الله يقويكم بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه من المال الطيب من سوق التوفيقية بسم الله ما شاء الله. على البركه يا حاج، ربنا يصلح حالكم، اللهم صل عليك يا نبي. جماعتكم دول احسن ناس يا عم. يا معلم لحم البقر ده غالي. الله يبارك لك. خدته بيامي بسم الله ما شاء الله. بقرة لحم يا جماعة بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر. فرج وملي عينيك وصلي على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. هو صاحبي كم والله غير خدتوه؟ اللهم صل عليك يا نبي. يلا ابو دو بيلعب فاول. بسم الله ما شاء الله. كم يا غالي والله؟ ما بالدنيا يا عم جاي يا عم استاذ والله. كم وكم؟ ها؟ شارينه بكام وكام يعني؟ الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله. طبعا الفل يا غالي، اللهم صل عليك يا نبي. خدته بياما دي يا حاج؟ اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. مال امه فين يا غالي؟ اي في السوق. هو مراحل لوحده يعني؟ الله يبارك لك، اللهم صل عليك يا نبي. حج صبحي احنا بعد ابراهيم جو. الله يبارك لك. من بعد بيام العجمه دي؟ بعد 46,000 عشر ولا حي؟ عشر 5 نضيف. عشر 5 نضيف ب 46,000. الله يبارك لك معلم ابراهيم عبد الله بتاع الدلنجات يا جماعه، الله يبارك له ويصلح حاله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. خدته بكام الذكر ده يا حاج والله؟ خدته بكام؟ كم؟
13 ونص 13 ونص انتهى بسم الله ما شاء الله على البركه يا حاج الله اكبر بكام الوالده دي عمده والله خدتوها اسكت بقى بلاش روح ليه يا حول الله يا ربي الله يصلح حالكم يا موسى طيب والله بسم الله ما شاء الله على البركه اداره 100 100 بسوق التوفيقيه يا جماعه الحاج سالم القطعان الله يبارك لكم سبع سنه وانتم طيبين جميعا طيب يا معلمين وعليكم العام دايما بالخير الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله مصطفى حمادي والمعلم سالم القطعاني اداره سوق التوفيقيه الله يبارك لهم اداره 100 100 بعد العيد طيب يابا كل سنه وخير الحاج محمود عويس الله يبارك له اداره سوق التوفيقيه صباحكم ابد ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بكم خدتوا الذكر ده حج والله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله مال من المال الطيب يا جماعه الله اكبر بكم خدتوا اللحم ده حج والله تعالى يا كريم الله ما شاء الله عليك يا بسم الله ما شاء الله كم اللحم ده حج والله اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله شبه لحمة يا جماعة خدتوا بيامي لحمة حار بكم والله 37 ألف بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا 37 ألف يا جماعة بسم الله ما شاء الله الله أكبر السوق عامل النهاردة 100 100 أحلى السوق وأحلى الله يبارك لك يا غالي أنتم منين؟ إحنا من الطيرية ها؟ طيرية؟ طيريكم حمادة طيرية كم حمادة الله يبارك لكم تجار ولا قلنا إيه؟ تجار يا الله يبارك لكم يا غالي بسم الله ما شاء الله يعني شغالين في البقر اللحمة على طول على طول شغلتنا طب ادينا الرقم لحد عايز حاجة أتواصل معاه حاضر الرقم مع الحاج متر الله أكبر الله أكبر بسم الله ما شاء الله تدينا الرقم يا حاج لو شغالين في اللحمة حد عايز حاجة ولا حاجة 010 0 100 2 72 2 61 2 61 الله يبارك لكم حجة مدحت الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي العجول الذكوره الجاموس المحياره يا جماعه بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر بسم الله ما شاء الله كم وكم عمدة والله كم وكم بكام ما تقول بالصلاه على النبي والله قول انت اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله جعفر الله هو أكبر. جعفر العمدي جعفر العمدي جعفر العمدي بيقول له 28 و29 بس عشان ايه يا عم الحاج دول ده 88 كم عمد الله بما يرضي بكم كم والله اللهم صل على بسم الله ما شاء الله ذكرين محيارين جموس يا جماعه بسم الله ما شاء الله 88 يا حاج 88 ايه الاكل غالي بتاع البهايم الاكل بتاع البهايم غالي يا عاد ربنا على البهايم الاكل بتاع البهايم غالي اي الله بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه الله اكبر الله اكبر معلم محمد مش عايز يقول لي قول لي قول انت كم وكم يا حاج دول بكام دول ب 60 ب 60000 بسم الله ما شاء الله الله اكبر انا ما غلطتش برضه لما قلت له 28 و29 ها يعني قريبه من بعضها الله يبارك لك يا حاج بسم الله ما شاء الله يعني السوق النهارده كويس في التوفيقيه كويس اه الله يبارك لكم ويصلح حالكم ويجعل صباحكم ابيض ان شاء الله شكرين يا حاج الله يكون اشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر سيبوا رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله